السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله عايزين نستكمل موضوع جديد كنت ابتديت فيه الجزء الاول اللي هو الجزء بتاع النصب داخل الصيدلية. فكنت نسيت بعض المواقف اللي برضو ممكن بيحصل فيها النصب. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن تبقى انت موجود في الصيدلية ويجي لك حد يقول لك انا لسه نازل من التاكسي وانا جارك اللي ساكن في العمارة اللي جنبك، غالبا بتبقى بنت يعني بتعمل كده، وتقول لك معلش محتاجة مثلا مبلغ 20 جنيه بس حاسب السواق، ولما اطلع فوق بنزلهم لك في اي وقت ومش عارف ايه. طبعا مرة حصل لي موقف زي ده، فالحمد لله اتصرفت ازاي، قلت لها طيب ماشي. طلعت معاها بره الباب بتاع الصيدلية وقلت لها ايه، قلت لها طيب ماشي وريني فين التاكسي ده. طبعا لقيت وشها قلب الوان، وطبعا عشان هي بتكذب طلعت بره ابص على تاكسي ان في تاكسي مفيش تاكسي، قلت لها طب لو سمحت اتفضلي بقى، وما اديتهاش حاجه. تمام. دوت كان موقف من ضمن المواقف. يعني يبقى في بقى مواقف تانية اتكلمت برضو عليها، زي حكاية حد يبقى ليه باقي او كلام من ده. فهو انت دلوقتي لو انت سبت الباقي ممكن ما يرجع لكش، بالذات لما يكون شخص انت ما تعرفوش، فالافضل ان انت ما تعملش كده، لان ده هيسبب لك خسائر لو تيجي تحسب مجموعها على مدار الشهر او السنة، هتعمل معاك في النهاية. برضو كنت عايز اطلب طلب بسيط، اللي هو دلوقتي انت لما تكون في حاجة حاسس ان هي هتفيد حد، مش معنى اللي انت قريتها كده يبقى انت كده استفدت، لا، هو اللي الفايدة الصح اللي انت تعمل شير للحاجة دي، تعمل شير للحاجة دي عشان خاطر زي ما انت استفدت غيرك برضو يستفيد. لكن لو وقفت المعلومة عندك انت بس يبقى كده مفيش حد مفيش حد هيستفيد، واخد بالك انت؟ ودي حاجة انا لاحظتها برضو، يمكن بتبقى ملحوظة اكتر، ان انا مثلا كنت عامل مثلا فيديو عن التفرقة بين الكحول الاصلي والمغشوش ونزلته مثلا على الفيسبوك، فتلاقي مثلا على الفيسبوك اللي عامل لك لايك وكلام من ده مثلا تلاقيه مثلا سي 40، لكن هو في الحقيقه اللي شافه في اليوتيوب مثلا هتلاقيه مثلا ممكن يوصل لغايه كام، ممكن يوصل لغايه وصل لحوالي 575. طبعا ايه المشكله؟ المشكله ان انت لما حضرتك شفته او معظم الناس اللي شافته ما عملوش شير ليه، فبالتالي هم بس اللي عرفوا المعلومه وغيرهم ما عرفش. فرجاء لو عايز تعمل شير في الخير، يعني تعمل شير للحاجه اللي انت حاسس ان هي مفيده للناس. في النهايه لو حاسس ان الفيديو دوت كان فيه فايده ليك او لغيرك، يا ريت تعمل له شير. وشكرا لكم.